فضيلة الشيخ وفقكم الله، الذي اشترى جارية مغصوبة ولا يدري أنها مغصوبة فأولدها، هل يكون الولد حرا؟ هل يكون الولد حرا؟ هذا ما الولد حر على كل حال، لكن من يكون الضمان عليه؟ الضمان من يكون عليه؟ على الواطي ولا؟ هذا هو محل النظر، هذا يرجع فيه إلى القاضي. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.